الرواية الفلسطينية في فلسطين المحتلة 48 لها كتب منها تطور الرواية العربية في فلسطين وأبحاث في مجالات مختلفة تهم الرواية الفلسطينية كما تقول. والآن نترك لها المجال لأن تقدم لنا معهد. صباح الخير. أولا أنا سعيدة جدا بوجودي في مصر، فقد نسجت أول حدود عشقي لها وعشقها لي، فسحرتني وسحرتها، وكان هذا السحر المتبادل بيننا صراحة. موضوع بحثي هو الخطاب السردي في الرواية الفلسطينية في فلسطين المحتلة 48. سهيل كيوان وهو روائي معروف لدينا كنموذج. أولا ودي تحديد من هم فلسطين 48، وللفرق أولا أنا أرفض هذه التسمية، هي فقط تسمية سياسية فرضت علينا. الفلسطيني هو فلسطيني سواء في الضفة والقطاع أو في الشتات أم في داخل إسرائيل، كما قلت هذا فقط للإضافة. أولا الرواية الفلسطينية أخذت حقها من البحث، خاصة فلسطين في الشتات كروايات غسان كنفاني صحر خليفة، والروايات في الضفة والقطاع أيضا أخذت حقها. أما روايات داخل إسرائيل لم تأخذ هذا الحق، اللهم باستثناء إيميل حبيبي الذي يعد من الجيل الأول وحصل على اهتمام كبير من النقاد العرب. أولا طبيعة الرواية في فلسطين 48 قد تختلف قليلا عن طبيعة الرواية في فلسطين عموما. فالرواية مثلا في فلسطين في الشتات تتعرض للحنين للعودة للأمل بالعودة إلى الأرض إلى الأرض الحبيبة والوطن. في الضفة والقطاع هو يعالج قضية الحصار الذي وضع فيه الفلسطيني، وجود الحاجز، وجود المخيمات والأماكن المغلقة. أما ما يميز فلسطيني في 48 هو النكهة الخاصة، فهو يعبر عن الواقع المعيش. هو فلسطيني يعيش داخل إسرائيل يتعامل معهم يوميا سواء في الدوائر الحكومية في المجمعات المختلفة، فيعاني من تمييز عنصري رغم أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية إلا أنه يعامل بالدرجة الثانية في عدة أمور، يعني في رغم أنه لديه حق المواطنة. فلهذا الروائي بالتالي هو ابن هذا البلد فهو سيعبر عنه. وسؤال كيوان واحد من فلسطين 48، وهو من قرية في شمال فلسطين اسمها مجد الكروم. سهيل كيوان هو كاتب له ثلاث روايات وقصص كثيرة، يعني قصص مجموعات قصصية كثيرة. هو صحفي في صحيفة لدينا شهيرة اسمها كل العرب، يكتب في زاوية بعنوان الهداف، وهو كاتب ساخر من الدرجة الأولى، يعني تذكرنا كتاباته بإيميل حبيبي والسخرية المرة والكوميديا السوداء، يبكي على الجرح ويضع يعني ويتألم ونبكي ونضحك في آن واحد. رواياته له روايات ثلاث، وأنا سأعالج الخطاب السردي في رواياتي، سأحاول أن أعرض فقط الملخصات. له رواية عصية دمع كتبها عام 1997، وهي تعالج معالجة سياسية للصراع العربي اليهودي وعامل النكبة من خلال قرية هي اسمها حقيقي ولكن طبعا القصة متخيلة، قرية اللي هي هجرت عام 48 تدعى عنبة. فيتحدث عن الصدمة التي يعاني منها الفلسطيني وخيبة الأمل من الدعم العربي، وهذا الهاجس دائما في كل روايات الفلسطيني بشكل عام. فمن العنوان عصي الدمع، هذا استدعاء لأبي فراس الحمداني عندما كتبها في لوم سيف الدولة في تأخره عن افتدائه، فكأن به كيوان يؤكد على واقع الشعب الفلسطيني وخيبة أمله من العالم العربي بشكل عام. الرواية الثانية هي مقتل الثائر الأخير، والثائر الأخير هنا حمار، وتتطرق إلى معاناة الفلسطيني في فلسطين 48 من خلال معالجة رمزية ساخرة لموت حمار. وهناك جمهوريتان، جمهورية فوق وجمهورية تحت. فوق طبعا هو المحتل الشعب الصهيوني، والتحت هو الفلسطيني في 48، ومن هو المسؤول عن قتل الحمار. وهي هذه المعالجة يريد أن يوصلنا إلى أن الفلسطيني في فلسطين 48 هو يعامل بدرجة الحمار، يعني بطريقة ساخرة،
وأنه وفي نهاية رفض الشعب الفلسطيني التصالح مع قاتله، لأن في النهاية سنكتشف أن جمهورية فوقة هي التي قتلت هذا الحمار. روايته الأخيرة وهي المفقود رقم 2000 هي معالجة سياسية ساخرة لوضع الفلسطيني في فلسطين 48 ورحلة البطل السابع في البحث عن نفسه، فتجسد مرحلة فقدان الأمل لدى الفلسطيني الداخل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال حكاية مناضل شيوعي انتقل إلى الفكر الراديكالي الإسلامي والتذبذب في شخصيته، يعني مسألة أزمة الهوية وتحديد هويته. أي هذا هو أهم النقاط، هذه هي أهم النقاط. الآن أهم شيء يميز، أنا ذكرت في البداية أنه في نكهة معينة تميز رواياتنا، روايات فلسطيني 48. أولا تطرق إلى ثنائية اللغة العربية والعبرية في خطاب كنوان كانت واضحة المعنى، يعني نجد في الحوار هناك لغة ممزوجة، لغة عبرية ولغة عربية. لما؟ كان الهدف هدف إظهار هذه الثنائية بحسب رأيي، أولا إظهار مخطط الدولة الصهيونية في طمس لغتهم من خلال سيطرة لغتهم، وهو جزء من أهداف الاحتلال. يعني مثلا دائما إيميل حبيبي سبقه في ذلك وهو تابع المسيرة، تحديد الأماكن، يعني عكا اسمها في اللغة العبرية عكو، أنا بلدي شفا عمر، حسب بلدي في شمال فلسطين يفترض أنه يقال أنه عمرو بن العاص مر من شفا عمر وكان مريضا وشرب من نبع فيها تدعى نبع عافية فشفي، فقالوا شفي عمر. أما اليهود لم يعجبهم هذا فيسمونها شفار عام، بمعنى عام شعب وشفار بوق، فهي بوق الشعب. فهذه السياسة دائما هو الهاجس في رواياتنا نوضحه، أن الخطر انتبه هناك خطر ومخطط في محو أصلنا وتراثنا. التأكيد الآخر هو تأكيد الخطر المحدق في الشعب الفلسطيني من التماهي مع اللغة العبرية، حديثنا العامي باللغة العامية، ندخل وهذا طبيعة الاحتلال، ندخل كلمات عبرية كثيرة. يعني أقول على سبيل المثال سأذهب إلى، بدل أن أقول سأذهب إلى المجمع التجاري أقول سأذهب إلى الكنيون، كنيون من كنا يعني اشترى، وهذا بطبيعة يعني أراه في الدول العربية يقولون مول، لا أحد يقول سأذهب إلى مجمع تجاري. فدائما يحرصون على هذه القضية. وأقتبس عبارة قال في إحدى رواياته يقول: ولم يعرف مصطفى سائق التاكسي الفرق بين أريحة والناصرة، وأن داخل دولة شالوم عليكم يعيش مليون سلام عليكم. يعني بهذا اختصر هذه القضية. قضية جوهرية أخرى هي اللغة التهكمية، فاتبع سهيل كيوان كما ذكرت في المقدمة اللغة الساخرة والكوميديا السوداء ليوضح هذه السخرية. فالروائي حين يختار الأسلوب التهكمي في كتاباته فإن له في ذلك مسوغات يعلق عليها آمالا بالتغيير أو التفسير بالواقع بطريقة ساخرة، قد تعجز اللغة المعيارية عن التعبير عن مرارة الأحداث فيلجأ للغة تهكمية ساخرة. أعطيكم أمثلة لنشعر بهذا. يذكر مثلا في مقتل الثائر الأخير يقول إن أبا صابر، وهو لقب الحمار وهو قلت لكم يرمزه للفلسطيني للأسف، إن أبا صابر لم يفكر بترك وطنه واعتبر بقاءه برغم ما قد يمر به من اضطهاد وتمييز عنصري واجبا مقدسا. هذه النقطة مهمة جدا، لأن الفلسطيني الروائي في 48 يعاني من مشكلة إنه تعريفه، هناك من يراه خائنا، فهل هو خائن؟ هو يحاول أن يدافع أنه حافظ على بلاده بدل أن يخرج إلى الشتات وبقي في هذه الأرض. جملة أخرى توضح هذه المفارقة بين الفلسطيني ونظرته للأمور وبين الصهيوني، فيقول: فما تعتبره الشعوب الفوقانية متعة وضرورات لابد منها وتضحي بعلب الشوكولاتة لأجله وذلك لرفع معنويات الجنود، تعتبره الشعوب التحتانية عيبا وحراما وسلاحا قاهرا وفتاكا، بل أكثر فتكا من القنابل الانشطارية والفوسفورية. وضح هنا هذه العبارة إشارة ساخرة ومؤلمة لواقع ما عيش نعيشه حتى الآن. فمتبع في فلسطين 48 جباية مبالغ مختلف بطرق مختلفة عن طريق المصارف أو شركات الهواتف لدعم الجنود، تؤخذ منا ومنهم، فالنظرة تختلف عندما تؤخذ منا، أما اليهودي يفتخر في هذا. جملة أخرى يقول: بل نحن وأنتم من نفس الأصل، شئتم أم أبيتم، وإثبات ذلك أنكم تقولون حمار ونحن نقول حمار. انظر الشبه الشديد،
أنتم تقولون زنا ونحن نقول زانية، وحزير وخنزير، انتبه للتطابق. جملة جميلة أيضا توضح التمييز العنصري. فحالة الحمير في كل قطر تعكس حالة من يركبون على الحمير. فإذا كان الراكب مضطهدا مسكينا ومحاصرا بالجهل والمرض والعنصرية، فلا بد أن يكون حماره على شاكلته. فالحمير لا تكسب حريتها إلا بحرية راكبيها. وكما أنك لا تستطيع فصل السياسة عن الاقتصاد، فإنك لا تستطيع فصلها عن البيطرة. فإذا أردت أن تعرف مدى رقي وتقدم أي شعب، فانظر إلى وضع حميره وكلابه. يعني هذه الطريقة الساخرة. وتظهر قمة المفارقة حين يشير إلى أن عمر الحمار من عمر الدولة الصهيونية، فيقول: لدي بشرى قد تفرحك، إنهما من نفس البرج، حمارنا ودولتكم ولدا وهما من نفس البرج، ألا تعرف؟ وابتسم ثم أضاف: ربما يكون هذا سببا للتفاؤل بالمستقبل. لقد قرأت صبيحة هذا اليوم برجهما، إنه برج رائع، ستكون سنة خير وسلام للجميع، رغم أني لا أؤمن بالأبراج لأنني أقرأها وأشجعها. فهنا تكمن هذه المفارقة في كون الحمار يمثل الوجع الفلسطيني وقد قتل في هذه الرواية، فلا مجال لإقناع أنفسنا بوهم العيش المشترك مع قاتل الحمار. هذا ما أراد أن يوصله. شيء آخر، أنا سأحاول أن أختصر، لدي مزيد من الوقت دكتور؟ لدي مزيد من الوقت؟ حسن. موضوع آخر، قضية المكان كما ذكرت والزمكانية في الخطاب الروائي لدى كيوان. يعني دائما حرصوا على التأكيد على الحديث عن بلادنا التي كانت قرانا المهجرة في الثمانية وعن نكبة 48. يعني دائما نرى كرواية تتحدث عن قرية متخيلة وهي قرية حقيقية، كانت قرية عنبة، تحدث عن قرية كفر برعم، يعني قرى اللي هي مهجرة. نحن نتبع عادة في يوم الاستقلال بشكل عام، استقلال اليهود هو يوم نكبتنا، فهم يحتفلون في الاستقبال في الاستقلال آسفة، ونحن نذهب لإحياء نكبتنا في تلك القرى المهجرة. في بعضها هجرت وبقيت مهجرة وأهملت، وفي بعضها أماكنها مستوطنات طبعا. يعني فاهتموا في قضية الزمكانية، فطغت تقنية الاسترجاع على كثير من الروايات في فلسطين 48. قضية الاسترجاع هدفها استرجاع الوطن واسترجاع الأحداث وحياتنا من النكبة وحتى يومنا هذا. قضية أخرى اهتم بها هي الشخصيات، عرض شخصية العربي، الشخصية الروائية، هل العربي في فلسطين 48 هل هو يعيش في أزمة هوية؟ هل هو ماذا يعرف لنفسه؟ هل هو عربي فلسطيني؟ أنا أقول لكم، يعني أنا كفلسطينية، نحن في الغالب نحن فلسطينيون، قوميتنا فلسطينية، نحن شعب واحد. ولكن لا أنكر هناك فئات اختارت فئة الأسرلة، الأسرلة نسبة إلى إسرائيل. يعني هناك فئات الآن، أنا إذا خيرت، يعني مسألة محيرة، يعني أنا أناقشها ويناقشها أيضا الروائي، هل إذا كان هناك سلام، هل الفلسطيني في 48 رغم انتمائه قلبا وقالبا لفلسطين، هل إذا خير بإمكانه أن يعيش في الضفة والقطاع أم لا؟ هذا سؤال جوهري. والقصد هنا الحياة، نحن نعيش في نمط أوروبي نوعا ما. يعني هل أنا بإمكاني أن أعيش وأبدأ حياتي بشكل آخر؟ يعني وهذه مسألة يطرحها دائما الروائي. أيضا يطرح شخصية الفلسطيني المتردد المتذبذب، هو ينتقل من تيار إلى آخر، هناك أمور تؤثر. يعني دائما في الروايات الأولى الجيل الأول والتأثير الحزب الشيوعي كان طاغيا، إنه هو المخلص، هو سينقذ الشعب الفلسطيني، ووضحوا هذا بشكل كبير. ومن ثم نقضوا، ليس نقضوا أنفسهم، مع تطور الأفكار ومع انهيار الاتحاد السوفيتي تغير هذا، فعبروا عن خذلانهم من هذا الشيء من خلال بطل اسماه سبع بن علوان، كان شيوعيا متطرفا وتحول إلى يصبح إلى رجل دين، رجل دين، أو بمعنى رجل دين من ناحية التطرف. وأيضا في اقتباس أقتبسه هنا، سبع بن علوان شخصية في رواية المفقود 2000 كان شيوعيا متطرفا، ويظهر مدى تطرفه يمتعنا الروائي كيوان بطريقة تهكمية من خلال حكايته لزفاف سبع.
فهو يشترط على زوجته الانتماء للحزب الشيوعي ليلة الدخلة. فيعني هذه المفارقة المضحكة يعني توضح هذا الأمر، فيقول لها: تعرفين يا خبصة أن زواجي منك تم في ظروف خاصة وتحت ضغط ثقيل وغير عادل وبموازين قوة غير متكافئة، ولكن كل هذا سأمحوه وسوف أنساه إذا انتسبت إلى الحزب. في النهاية أنا أقول أنا أحببت أن أشعركم بهذه النكهة التي تميز الرواية في فلسطين 48، وأنا يعني بتواضع أرغب بأن أكون سفيرة روايتي في فلسطين 48، وأتمنى أن تتمعنوا في البحث لأنه مفصل بشكل كبير. وشكرا لإصغائكم.